نطلب من الرئيس القادم ان شاء الله يعني ان هو الاهتمام بالتعليم والاهتمام يعني يبقى في عداله اجتماعيه، بس ان هي اهم حاجه العداله الاجتماعيه يعني. اختار من رئيس الجمهوريه ان هو يحقق العداله في البلد، ان هو ما يتدخلش، ما تبقاش سلطته واسعه زياده عن اللزوم، ان هو يبقى تبع الاختصاص اللي حققها له الدستور. بس اطلب من الرئيس الجديد يعني ان هو يحقق العداله في التعليم وفي كل حاجه في البلد، وان هو يصلح ويقول الحاجات اللي المفروض في الانتخاب بتاعه، ويحاول ان هو يحققه بطريقه تحقق الاستقرار والامن المصري بعد اللي حصل فيها يعني وبتاع. ان شاء الله يكون يعني باذن الله برشح حمدين صباحي ومتفائل بخير ان شاء الله. واحنا ان شاء الله بنطلب من الرئيس الجديد العداله الاجتماعيه والاهتمام بالتعليم، وان احنا نحس بجد ان في تغيير في البلد. محمد ابو العياط جرى القيادة. بقيت صراحه حاتم صاحب اسماعيل عشان هو برنامجه فيه حاجات كويسه، رغم ان هو مش كامل، بنتكلم عن نقط عريضه قوي، مش حددتش حاجات خاصه، بس كويس احسن من غير مشاهد كتير. المطلوب من الرئيس اللي هو اللي جاي لازم اول حاجه يكون اسلامي، يكون ما يكونش بالمظهر، لازم يكون متدين من جواه. تمام. لازم يكون نحس بتغير جذري، نحس بارتفاع في مستوى التعليم، ارتفاع في المستوى المعيشي السكني الاجتماعي، نحس ان احنا قاعدين في بيئه يعني نقيه شويه بدل التلوث اللي احنا قاعدين فيه. يحاول ان هو يساعد الفقراء ان هم يعني يرتفع من المستوى الاجتماعي بتاعه، ويكون طبعا مستوى التعليم لان هو اهم حاجه في المجتمع بتاعنا عشان ينهض. بس نساعد ان هم العلماء المصريين اللي خارجين مسافرين بره مهاجرين البلد، نحاول ان احنا نرجعهم تاني بحيث ان هم يفيدوا البلد علميا. هنقول لرئيس الجمهوريه اول حاجه لازم يكون اول حاجه يبص للطبقه الفقيره، اول حاجه ما يقولش قال الرسول قال الله قال الرسول، هو ما فعلش بكده يعني، لازم اللي يقوله يعمل بيه يعني. هو مش لازم يكون شيخ اسلامي وكده، لا يبقى ممكن شيخ اسلامي بس يصدق اللي بيقوله. في ناس من الاخوان احنا انتخبناهم عندنا في مجلس الشعب وما عملوش حاجه. المهم يبص الطبقه الفقيره، وما يعني ما يبقاش كل همه اللي فوق الوزراء وبره وجوه يعني، بقى لازم يكون يبص في كل حته في البلد، ويخلي باله بقى من اهم حاجه الطبقه الفقيره اللي هم دول اغلبيه الشعب، ما يبصش بقى اللي فوق او العليم قوي. بس اهم حاجه بس ايه الفقير طبعا يعني لازم يبقى في كل حته. اتمنى من الرئيس القادم ان هو اول حاجه يحاسب المسؤولين اللي هو في النظام الفاسد، ويصدر احكام ضدهم، ويطور العشوائيات والتعليم المصري، ويشوف حل في حكايه اللي هي ازمه الانابيب والحاجات دي. بس شكرا. احترمت كل المسؤولين عن النظام السابق، الفساد اللي حصل في الاعوام اللي فاتت، تطهير مؤسسات الدوله يعني من فلو النظام، ثلاثه حل بعض مشاكل الشباب زي الاسكان البوتاجاز الحاجات دي، أربعة تطوير التعليم والقضاء على الأمية. أنا أتمنى من رئيس الجمهورية إن شاء الله القادم يكون يخاف على مصلحة البلد، ويخاف على الشعب نفسه، وما يهمش المصلحات الشخصية يعني، وكمان يخلينا بره سياسيا نبقى كويسين مع الدول الثانية، ما نخافش من أمريكا أو أي دول تانية. أنا بطلب من الرئيس الجديد إنه يبقى في عدالة اجتماعية وفي مساواة ما بين الناس، ما يبقاش الارتقاء ما بين الطبقات يبقى بناء على الماديات او على الواسطة، ولكن يكون بناء على العلم، او ان انا متخرج يعني او انا اتعلمت في مجال معين او كده. بس يعني ده اهم حاجة. انا عايزة من الرئيس القادم انه يكون اول حاجة يعدل، يحقق العدل، يحقق اللي معرفش يحققه اللي قبليه، يتعلم من اللي حصل او من اللي هيحصل ان شاء الله يعني، للي اتحطوا في السجون اللي كانوا بيحكموا قبليه، ياخد خبرة منهم، ما يكونش ظالم، يستفيد من الشباب ومن خبراتهم. بعد الثورة شاف طبعا ايه اللي حصل، الشباب قوة كبيرة جدا عندهم طاقة هائلة. انا الرئيس بتاعي اللي انا عايزه يبقى ثلاث محاور. اولا يوفر لي الامن في البلد، ثانيا ينهض بالتعليم، ثالثا انه يكون راجل لا يعرف الفساد، يقطع الفساد من جذوره في اي بلد، عشان الثلاثه دول اهم حاجه في البلد، عشان هيتبنى عليهم حاجه. لما يكون في امن وتعليم كويس هيكون في اقتصاد كويس، علشان احنا هنعلم الطالب ازاي يحب البلد دي ويشتغل بجد ويتقن عمله، فده هيؤدي الى الاقتصاد، والاقتصاد طبعا هيؤدي الى انعاش الحاله العامه الاجتماعيه، عشان كل الامن والتعليم بيتبني فيهم اقتصاد اجتماعيات كل شيء. انا عايز رئيس
اولا يكون في اول حاجه يكون عنده بعد سياسي، يكون هو يقدر ان هو يدير شؤون البلاد صح، يخلي ان الجيش يمسك مهامه والشوارع تمسك مهامها، وهو يبقى هو اللي يدير شؤون البلاد كلها. مش عايزين بقى جيش هو اللي يمسك، او مش عايزين واحد يجي هيبقى زي الجيش يبقى احنا كده ما عملناش حاجه. في نفس الوقت احنا عايزين، احنا عندنا التعليم بايظ، احنا عايزين التعليم يبقى كويس، عايزين الناس ما تخشش ان هي ما تلمش على الغش، ان هي تذاكر وتعمل اللي عليها. عايزين ناس، اي انا عايزين نطلع، عايزين ناس تطلع طلبه كويسين هم دول اللي هيشتغلوا بعد كده. وبعدين احنا دلوقتي عندنا الفقراء بيزيدوا كتير، وطبعا كل الناس كل الاغنياء خدت فلوسها وسافرت ومش عارفين نجيب فلوسنا منين. فدلوقتي لازم ان احنا نهتم بالفقراء شويه ونعمل مشاريع كتير. وهي البلد فيها فلوس بس ما فيش حد بيشغل الفلوس دي، فاحنا لازم ان احنا نهتم بالمشاريع. مين طبعا من رئيس الجمهوريه الجاي ان هو يتبع سياسه عقله، ما بلاش اللي هي الثورجيه اللي هو كل واحد يعترض من غير سبب. لا، عايزين يبقى فيه عقل، وطبعا عايزين اصلاحات في التعليم، اهم حاجه التعليم طبعا، والصحه والمستشفيات وحق الشهداء، وما الحمد لله برضو كرموهم الايام اللي فاتت. بس ده اللي احنا بنطلبه منه يعني. عايزه يكون في عداله اجتماعيه، يبص للناس شويه، يبص للعشوائيات يصلح منها، يكون في مثلا يوضح البرنامج بتاعه هيكون في ايه، بس من خلاله نقدر ان احنا نثق فيه وكده وننتخب. اذا الرئيس القادم ان هو يقلل مستوى البطاله ومستوى التعليم يتحسن شويه، بدل ما دايما الواحد بيفضل يدرس في مناهج قد كده وفي الاخر بنطلع مش فاكرين من اللي احنا خدناه ده حاجه ولا بنستفاد بيه بعد كده في شغلنا، غير قليل قوي ونادر اللي بيشتغل بشهادته. عايز الرئيس الجاي يبقى راجل ديمقراطي، يرفع مستوى التعليم، يقلل من البطاله، يلقي نظره على العشوائيات، يشوف الناس مثلا ان هو مستوى الدخل بتاعهم يعني مفيش خالص، معدوم، الناس تحت خط الفقر، يلقي نظره عليهم يعني. يحاول ان احنا مثلا يعني بدل ما احنا بيقولوا عنا بلد متخلفه، لا نحاول ان احنا نثبت بقى ان احنا بلد مش متخلفه. بس يعني الرئيس القادم يحقق مطالب الثوره اولا، لان هو جاي بعد ثوره المفروض شالت نظام، وهو هيقوم بالنظام الجديد ده، فهو لازم اهم حاجه تبقى بالنسبه له ان هو يحقق مطالب الثوره، يجيب حق الشهداء اللي ماتوا غد. وانا بتمنى من رئيس مصر اللي جاي ان هو يعني يخلي مصر في مكانه محترمه بين الدول، دي اول حاجه، يعني تسترد مصر مكانتها بين الدول يعني على مستوى الافريقي والمستوى العالمي والمستوى العربي بالاخص، وانه يوفر للشباب هنا فرص عمل كفايه، و الاهتمام بالتعليم لان التعليم معصب كل حاجه. عايزه من الرئيس القادم ان هو اول حاجه يمنع حاجه اسمها الجريمه، يكون في امن، دي حاجه من مطالب بالثوره، ان الامن لازم يكون موجود، ان انا حاسس ان في امان في بلدي، في عداله اجتماعيه، ومفيش بقى حاجه اسمها وسط، وان انا اتعين بمجهودي مش بالادميه او الوسط او بالحاجات اللي احنا عارفينها.